ناس كتير طلبت مني طريقه ازاي تربح من الانترنت وتكون الطريقه عمليه مش مجرد كلام وخلاص. في فيديو النهارده هشرح طريقه للربح من الانترنت مضمونه وقويه. اذا ما كسبتش فلوس من الطريقه دي يبقى العيب منك انت، الخلل فيك انت، يا اما انت كسول او عايز الفلوس تجيلك من غير تعب بس وانت قاعد في البيت تجيلك فلوس، ودي حاجه مستحيله طبعا. لازم تتعب وحط تحتها مليون خط، لازم تتعب عشان تكسب فلوس. فمثلا لما تيجي تشتغل في الحقيقه او في الواقع لازم تدي وقت وجهد، وبيكون في مدير وتحكمات بتجبرك الشغل. لكن الشغل على الانترنت بتشتغل بمزاجك في الوقت اللي انت عايزه والمكان اللي انت عايزه، بس كل اللي انت محتاجه شويه وقت تخصصه للشغل ده وهتكسب منه. فبعتذر جدا على المقدمه الطويله دي، بس حبيت اوضح حاجه ان مفيش فلوس من غير تعب. ونبدا بشرح الطريقه. هنا الطريقه بتعتمد انك بتختصر روابط. ايه فكره اختصار الروابط دي؟ الفكره هنا بتتمثل انك بتجيب موقع الفيسبوك وتوديه موقع اختصار الروابط اللي هتكسب منه، فبالتالي موقع اختصار الروابط ده بينتج لك موقع جديد، الموقع ده اللي هتكسب منه. كل ما بتاخد موقع الفيسبوك الجديد اللي انت عملته من اختصار الروابط وبعته لاصحابك بتكسب فلوس. واحنا هنا بنختصر حاجات كتير عشان نكسب منها، زي الفيديوهات، الكتب، افلام، اغاني، اي حاجه ممكن تختصرها بنختصرها عشان نكسب منها. ومن افضل مواقع اختصار الروابط اللي تكسب منها هو الموقع ده، موقع جيتسي ارل، وهو من افضل مواقع اختصار الروابط، بحيث بيقدم لك عروض كويسه جدا، زي انك ممكن تسحب فلوسك عن طريق فودافون كاش او بنوك كتيره جدا. كل عليك بعد ما تفتح الموقع من الرابط اللي سيبهولكم في وصف الفيديو تحت او التعليق المثبت، بنضغط هنا وبعدين هنا وبعدين في اول مستطيل بتكتب فيه اسم مستعارة واسم مستخدم ليك، بشرط يكون باللغة الانجليزية وما يكونش فيه مسافات، وليكن مثلا اشرح لي، وممكن تكتب جنبه رقم وليكن 1 2. وبعدين في تاني خانة بتكتب الباسورد بتاعك او كلمة السر، وفي المستطيل اللي بعده بتعيد كتابة كلمة السر، وفي اخر مستطيل بتكتب البريد بتاعك، وبعدين بنضغط هنا انا لست روبوت، واخيرا بنضغط هنا. فبالتالي كده بتكون سجلت في الموقع. كل عليك بتضغط على لوج ان وبتكتب في اول مستطيل اسم المستخدم اللي كتبناه من شويه، او بتكتب البريد بتاعك، وبعدين بتكتب الباسورد اللي احنا عملناه في تاني مربع، وبعدين بنضغط هنا ونضغط هنا، وبعدين نضغط لوج ان. فبتظهر الواجهه دي. كل عليك بتضغط هنا وبعدين بتضغط على اسم المستخدم اللي احنا عملناه من شويه، وبنضغط على ماي اكونت عشان نضيف طريقه الدفع اللي هنستلم بيها فلوسنا، وبعدين بنضغط هنا وبتختار الطريقه اللي تسحب بيها فلوسك. من خلال الخيار ده تقدر تسحب عن طريق بنك الباي بيل او البيتكوين، او عن طريق خدمة فودافون كاش او موبينيل او اتصالات، وممكن تستلم فلوسك عن طريق البوستة، ولكن هنستخدم خدمة فودافون كاش. وبعدين نضغط اوكي. كل عليك تكتب هنا اسمك بالكامل وتكتب رقمك اللي هيتواصلوا بيه معاك، وهنا رقم الفودافون كاش اللي تسحب فلوسك، وبعدين بنضغط اد. وبكده نكون حددنا طريقة الدفع. طب دلوقتي لو احنا عايزين نكسب الموقع بنعمل ايه؟ كل عليك بنضغط هنا وبنضغط هوم. فكل علينا عشان نكتب موقع اختصار الروابط ده بناخد رابط لاي حاجه احنا عايزين نختصرها، سواء كانت فيسبوك او كوره، سواء كان فيديو على اليوتيوب، او رابط لوصفه لتطويل الشعر، او حاجات كتيره جدا ممكن تكسب منها. ولكن هنجرب على قناتي او الفيديو ده بالتحديد، وناخد الرابط بتاع الفيديو ده كوبي من فوق من هنا، نحدده وناخده كوبي، وبعدين نروح لموقع اختصار الروابط ونحط الرابط اللي احنا عايزين نختصره هنا بيست بالشكل ده، وبعدين نضغط هنا. فبعدين بيطلع لك رابط مختصر بالشكل ده، بنقدر ناخده كوبي ونبعته لاصحابنا، فبالتالي هنكسب اكتر. ويفضل يا شباب انك تهتم بالاشخاص الاجنبيه، لان مقابل كل 1000 شخص اجنبي بتاخد فلوس اكتر من 1000 شخص عربي. بعد ما بتنشر رابط كتير وتجمع فلوس، كل عليك بتضغط هنا وبعدين بنضغط هنا عشان تقدر تستلم فلوسك، وبعدين نضغط هنا وبتكتب الباسورد بتاعك والمبلغ اللي انت عايز تستلمه، واقل مبلغ للدفع هو 5 دولار. بعد ما بتكتب البيانات المطلوبه بنضغط هنا، فبتقدر تستلم اموالك. ونيجي هنا للاستراتيجيه اللي نكسب منها فلوس. والاستراتيجيه هنا تعتمد على موقع الفيسبوك، بحيث انك تختصر مواقع مطلوبه جدا زي الكوره او الربح او الطبخ او اي حاجه لها جمهور كبير. وبعد ما بنختار المجال وليكن مجال الكوره، بتدخل الفيسبوك وتبحث عن الجروبات اللي فيها 100,000 عضو و200,000 ومليون، وبعدين بتعمل بوست صغير يكون جذاب بطريقه كبيره جدا. وليكن هديكم مثال، شاهد اغرب هدف لمحمد صلاح. اللي عايز يشوف الفيديو يكتب تم في التعليقات وانا هبعته له. ومجرد ما الناس ما تكتب لك تم بتبعت لهم الرابط المختصر بتاعك، فبالتالي هيكون في تفاعل على البوست رهيب جدا، وبالتالي هيجيب لك مشاهدات للرابط بتاعك، فبالتالي هتكسب اكتر. هتكرر نفس العمليه في جروبات ثانيه، فبالتالي كل ما تتعب اكتر وتنشر اكتر هتكسب اكتر. والاستراتيجيه الثانيه اللي بشوفها كويسه جدا هي انك تعمل فيديوهات على اليوتيوب لشهر
شرح تطبيقات او شرح اي حاجه انت بتحبها، وتحط لينك الحاجات دي في رابط مختصر وتحطها في التعليق المثبت، فبالتالي هيجيلك مشاهدات اكتر. ولو معلوماتك كويسه نوعا ما في الانجليزي بتنضم في جروبات للكوره او للربح بس باللغه الانجليزيه، وتعمل بوست باللغه الانجليزيه مثير وتقول لهم نفس الفكره، اللي عايز يشوف الفيديو او اللي عايز يحمل التطبيق ده، تطبيق فيس اب اللي بيحول صورتك من شخص عنده 20 سنه ل 50 سنه، اضغط تم وهبعته لك. في مليون فكره ومليون مجال ممكن تشتغل فيه، ما تحصرش نفسك في الحاجات اللي انا قدمتها لك، دور على مجالات تانية هتكسبك اكتر، ما تبقاش قاعد مستني الفلوس تجيلك وانت حاط رجل على رجل، لازم تتعب عشان تكسب، ودي من اسهل الطرق اللي ممكن تكسب منها فلوس. فلو الفيديو وصل عدد لايكات كتير جدا هنزل جزء تاني من الفيديو ده بيشرح طرق اكتر لازاي تكسب من خسارة الروابط. فلو عندك استفسار اكتبه تحت في الكومنتات، وادعم الفيديو بلايك، ولو انت جديد اشترك في القناه بنزل فيديوهات جميله جدا، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.